شمال ومال في الخزن ده باللي نختاره وده على الميزان اتوازن. في ناس عملها املها وخيرها بتقصد وناس بتعب بشكاير مقاسم عاصي وخساير. ناس بتعب بشكاير مقاسم عاصي وخساير من بعد ضمير ده ماله مهما يصدق في ماله. من بعد ضمير ده ماله مهما يصدق في ماله ولا يعلي بعماير مصيره مستقصده. قولوا للي أجل الحرام يخاف بكرة اللي كانوا يفسدوا يا بالغني بالحرام لو شاف ابن الحلال يحسدوا. الدكتورة عليا اتبرعت بقلب بنتها حياة علشان تعمل عملية ابنك. معقولة عليا عملت كده؟ على العموم دي كانت رغبتها ووقعت على ورقة بكده، والقلب موجود وتحت أمرك هو وكل الأوراق والتحاليل المطلوبة، وأتمنى إنه يناسب ابنك. أنا أكيد بحلم. خلي بالك القلب مدة صلاحيته 48 ساعة، يعني لازم تستلمه وتطلع على طول تسافر تعمل العملية. اتفضل وقع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ده في المحل يا نعمة؟ هعمل ايه يا ماما؟ كنت بعمل جرد، عايزة اعرف البضاعة وعايزة اعرف راسي من رجلي. ده انت باينة عليكي درجية. لا، نعمة بنتي طول عمرها ناصحة، وعشان نصحتها دي خدوها اشتغلت في الكويت سنتين. ياه، انا اول مرة اعرف المعلومة دي. سافرت اشتغل في فرع الشركة اللي كنت بشتغل فيها في مصر. طب وإيه اللي يسفرك بره طالما بتشتغلي هنا؟ كانوا بيدفعوا لي 5 أضعاف اللي بيدفعوه أنا هنا في مصر. إيه؟ ما سافرش؟ طب إيه اللي رجعك؟ الغربة وحشة يا حاجة، وبعدين أمي تعبت فقلت أحسن أرجع وأعيش جنبها. نعمة بنتي طول عمرها جدعة وحمالة قاسية. يعني نطمن على المحل معاكي؟ اطمني يا حاجة، المحل شغله سهل قوي، المشكلة عندي في العمال وتشغيلهم. عموماً أشرف ابني قرب يجي بالسلامة لأنه عمل العملية لابن عمر، وأول ما يجي إن شاء الله أشرف هيشيل الحمل عني كله. أشرف عمل العملية لابنه؟ الحمد لله. وإيه الأخبار؟ لسه حاطينه في العناية المركزة، ده نقل قلب مش حاجة سهلة. ربنا يقومه لكم بالسلامة ويفرحكم بيه قادر يا كريم. آمين يا رب العالمين. وإنت يا نور مش تشد حيلك بقى وتنزلي بالسلامة تساعدي نعمة في المحل؟ طب وياسين يا ماما حوديه لمين؟ ياسين في عناية الاتنين يا حبيبتي. طب ما فعلا سيبيها قاعدة بابنها، ولا انتي خايفة على المحل مني ومش مأمناني؟ انتي ليه ظنك وحش؟ ما قلتلك انا مأمناكي، مش لاني واثقة فيكي، لا، لاني مدخلة ربنا سبحانه وتعالى بيني وبينه، وربنا شايف وعارف، واللي هتاخديه مننا في الدنيا هناخده منك في الاخره تالت ومتلت. لا ده انت ما طلعتيش سهله خالص يا حاجه كوثر. بالعكس ده انا سهله قوي، بدليل ان انا لا بتكلم ولا بحاسب ولا بسال، وباخد المبلغ اللي بيجيبوه لي كل شهر من غير ما اتكلم. لا ليه يا اختي ما تتكلميش؟ ما تتكلمي ولا انا بخنصر منه ده كمان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انت ليه دايما كده فاتحه على الرابع؟ يا نعمه ماما ما تقصدش اللي فهمتيه ده. طب تصدقي بايه ان من ساعه ما مسكتي المحل واراده زاد؟ الحمد لله. قولي لها بقى احسن، لو كان ناقص كان زمانها تعامتها فيا. يا ساتر عليكي، شايفه بنتك بتدور على الخناق بومنكاش. معلش هي عصبيه كده على طول ودمها حامي، اعمل لك قهوه تروق دمك؟ قهوه ايه؟ انا على لحم بطني من الصبح. حاضر يا اختي هحضر لك العشاء. لا استني، تعالي هنيه.
ايوه يا سيدي. حضري العشاء للهانم. عشاء؟ استني هنا، هو انا كنت اتغديت علشان اتعشى؟ طبخين ايه على الغدا النهارده؟ ما بلاش، حتى الشوكولاتة اللي بحبها اتحرمت منها. يا رب ارحمني من العذاب اللي انا فيه ده. معقولة عندك كل الفلوس دي ومش قادر تاكل حتة شوكولاتاية بملاليم؟ زمان كنت بتلغ ولا يهمك. ما عشان كده جالك السكر. انا هاكلها بقى واللي يحصل يحصل. بلاش، بدل ما تتعب ويودوك المستشفى. مستشفى من شوكولاتاية؟ مش للدرجات دي يا اخي. وهو خد لك بعديها حقنة أنسولين عشان تأمن نفسك. بلاش يا طفس. ما تبس بقى. يلا يا فرحة، حبي على إيد ماما ورحبي بيها. أستغفر الله يا حبيبتي. اتفضلي اقعدي. أهلا بك يا حاجة. هي دي بقى فرحة اللي قلتلك عليها يا ماما. ألف مبروك يا حبيبتي. معلش ما تأخذنيش، ما قدرتش أحضر فرحك، بس ملحوقة إن شاء الله بزيارة بيتي. تنوري في أي وقت يا حاجة. طالما باركت لها كده يبقى عجبتك. باين عليها مؤدبة ومن بيت أصيل. طبعا، هو أنا برضو هجيب أي حاجة. ربنا يسعدكوا يا ابني وينولك يا رب العيل اللي أنت بتتمناه. آمين يا رب. لا يا سماح فين؟ لسه ما جاتش من المطبخ. ما أنا عارف، بس بتأكد. اصلا انا اتعمدت يا امي اجيب فرحه في عدم وجود سماح عشان ما تزعلش. ما انت عارفه سماح حساسه قوي، وانا لازم احافظ على احساسها برضو. ويا ريت يا ريت ما تعرفش ان احنا جينا. اصيل يا مختار يا ابني. ايوه كده، لازم تحافظ على مشاعرها. بصراحه بقى انت لو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي حد زي سماح. معلش يا حبيبتي ما تاخذنيش، الواحد لازم يقول اللي ليه واللي عليه. ورغم ان سماحة تبقى ضرتك، لكن انت اول ما تشوفيها هتحبيها قوي، لان بصراحة مفيش في حنيتها وادبها ولا طيبة قلبها. وهكرهها ليه بس يا حاج؟ ربنا يديم المحبة ويقدم اللي فيه الخير. تسلم يا حبيبتي، بان عليها مؤدبة قوي. يا حاجة دي نقاوتي، يعني مش اي حاجة. دايما تقع واقف يا مضروب. وانا مش يا مؤاخذة بس كده، مش هقع واقف ليه؟ ابن الوز عوام. امال ايه؟ طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سماح يا بنتي. الحمد لله على السلامة يا سماح. ايه يا حبيبتي؟ جيتي بدري يعني، يعني لما طلبتك في التليفون قلت هتيجي بعد المغرب. كنت حاسة اني تعبانة شوية فقلت اروح استريح. لا ألف سلامة عليك يا حبيبتي، ألف سلامة. مين دي يا مختار؟ دي فرحة. بنت ام فرحة. انا فرحة عروسة مختار. الف مبروك. معلش انا تعبانة شوية، هطلع استريح. يعني كان لازم تقولي لها عروسة مختار؟ جرى ايه مختار؟ انت هتستعر مني ولا ايه؟ ما هي كده او كده هتتعرف علي. ايوه بس كنت همهد لها الاول. الله، ما هي عارفة انك اتجوزت. وطي صوتك، تعرف حاجة وتشوف الحاجة تانية. بس ايه جرالكم ايه؟ اطلع يا ابني اجبر بخاطرها بكلمتين. يلا برضو. احذرني يا مختار، مقدرتش اتحمل اشوفك واقف جنبها. ما تزعلش مني، انا بحبك والله العظيم، وانا كمان بحبك وبموت فيكي كمان. وفرحة انت عارفة كويس سبب وجودها ايه. كفاية اني عارفة انكوا سوا وانت بعيد عني.
مجرد التفكير في الموضوع ده بيجنني. انا حاسس فيك يا حبيبتي. المضطر يركب الصعب. صعب قوي الاحساس اللي انا حاساه ده. ربنا بيحكم بيه على حد ابدا. ان شاء الله مشكلتنا هتتحل. انا اسفه يا مختار، انا عملت لك مشاكل كتير. انا اللي اسف يا حبيبتي، انا اللي اسف ان وجودها تعبك، بس غصب عني والله كانت ماما. حقك حقك يا اخوي. اني مش زعلانه. وهزعل ليه؟ المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طيب العين دي بقى ممكن تضحك؟ ممكن شويه. حاول. مش هتحاولي، هتضحكي وحياتي. ضحكي. فاكره بنت نواشي لما كعبلناها وهي خارجه من الحمام كانت بتستحمى في الطبق؟ ايوه كده. ضحكي بقى، ضحكي، ده ضحكتك دي بتنور لي حياتي وطريقي. خلاص الحمد لله، حصل المراد وردت علينا، عقبال ما يرضى علينا رب العباد يا رب. امين يا رب العالمين. بقول لك يا ماما، ما تيجي نطلع نعمل عمره نستغفر فيها ربنا ونتطهر؟ يا ريت يا ابني، ده زيارته فرج وساتر وهنا كمان. انا هجهز كل حاجه وهدفع كل التكاليف. انت لا كده برضه يا ماما، مش عايزين ناخد الثواب. ثواب ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ اسكت يا مختار، ما تخلينيش اتكلم. ده بدل ما تشجعيني يا ماما وتكبري الموضوع في دماغي اكتر واكتر. بص يا ابني، انا مستعد اطلع معاك، بس انا بفلوسي وانت بفلوسك. تاني هتقولي لي الكلام ده يا ماما؟ تاني وتالت ورابع لحد ما اموت. وبعدين يا ابني ما تشيلنيش ذنوب وانا رايحه لبيت ربنا. يا ماما ده احنا رايحين نعمل عمره. ايوه يا حبيبي، لازم نتحرى الاول الفلوس دي جايه منين، ولا احنا بقى نقتل القتيل ونسرقه ونقول احنا هنعمل عمره وربنا هيغفر لنا. قتيل يا ماما، الله يسامحك، استغفر الله العظيم يا رب. يلا فرح، يلا. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رب يا رب يهديه وفوقه من اللي هو فيه. قادر يا كريم يا رب. خد يا حبيبتي. ايه دول؟ ده مصروف ليكي والياسين، وهتاخدي زيهم كل اول شهر ان شاء الله. منين الفلوس دي؟ من عندي. لا يا ماما ما اقدرش. هو ايه اللي لا يا ماما ما اقدرش؟ هتاخديهم يعني هتاخديهم. ما اقدرش اخد فلوسك اللي بتعيشي منها عشان اعيش انا وابني. ومين قال لك يا حبيبتي ان الفلوس دي اللي انا بعيش منها؟ امال الفلوس دي منين؟ دول يا حبيبتي من ايجار الكام فدان اللي انا ورثتهم عن ابويا الله يرحمه. هو عم سعداوي جاب لك ايجار الارض؟ ايوه. ارتحتي بقى؟ لا يا ماما ما يصحش، خليهم معاكي يمكن تعوزيهم. هعوزهم في ايه بس يا حبيبتي؟ انا الحمد لله كل حاجه موجوده عندي، انت بقى اللي مصاريفك كترت ومصروفك ما بيقضيكيش. خدي يا حبيبتي خدي. ماشي يا ماما، ربنا يخليكي لي يا رب. ويخليكي لي يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا هيديكي خير كتير قوي. كفايه يا حبيبتي انك انت زنقتي نفسك وعفيتي نفسك وعفيتي ابنك من المال الحرام. ده ربنا سبحانه وتعالى عادل وكريم وهيديك على قد نيتك، ولا يمكن يضيعك ابدا. واللي بيبقي على ربه، ربه سبحانه وتعالى بيبقي عليه. حبيبتي يا ماما. حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا سيدي. الله يسلمك. السلام عليكم. عمر يا حبيبي. يا عمر يا حبيبي. اشرف عامل ايه؟ وانت كمان ازيك يا عمر؟ وحشني قوي. انا مش مصدقه. ازيك يا عشرة؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ازيك؟ وحشتني قوي يا عمر. وانت كمان يا عمته. ما فينا نمو الصغير. نايم يا حبيبي شويه، بس اول ما يصحى خليك تلعب معاه. الحمد لله على سلامتك وعلى سلامه عمر يا اشرف. الله يسلمك يا حبيبي. كده برضو يا اشرف، ما تقولناش انكم جايين، على الاقل كنا استنيناكم في المطار. ما حبيتش اتعبكم يا ماما، وبعدين قلت اعملها لكم مفاجاه. اول ما الدكتور كتب لنا على خروج حجزت اول طياره على مصر وجيت على طول. يا حبيبي الحمد لله على السلامه. قول لي بقى، اجيب لك رز بلبن من اللي انت بتحبه؟ لا ماما الله يخليكي، رز بلبن ايه بس، انا هدي لحضرتك لستة بالاكل المفروض ياكل. يعني انا كان قصدي يتغذى شويه، الواد جاي وشه اصفر وخاسس قوي. لا يا ماما ربنا يخليكي، بلاش السمنه البلدي باكلك ده، العمليه اللي عملها مش شويه. خلاص يا سيدي، هنمشي على النظام زي ما انت عايز بالظبط. على العموم الحمد لله على سلامته. دي هدى هتفرح قوي اول ما تشوفكم. انا ان شاء الله بكره الصبح هاخد عمر ونروح نزورها. اه
لازم تروح لها، اول ما تشوفه هتخف على طول. ازيك يا حبيبتي؟ انت لسه زعلانه مني؟ يمكن وعدتك وعد وما قدرتش اوفيه، بس صدقيني وعدي ليكي ده ما كانش بينام الليل، عملت المستحيل عشان اقدر انفذه، بس النهارده انا جاي ابشرك اقول لك اني قدرت اصون الوعد. برضه مش مصدقاني؟ طب استني. عمر ازيك يا ماما؟ ايوه يا هدى، عمل عمليه وخف. بالراحة يا هدى على الولد، ده لسه في فترة نقاهة. مش مصدقة، مش مصدقة اني شايفة قدام عيني. أنا كنت خلاص يئست إني هشوفه تاني. ربنا كبير يا حبيبتي. فعلا يا سيادة الرائد، ربنا كبير. اللي يشوف المدام من 10 دقايق ما يشوفهاش دلوقتي كانت رافضة الحياة ويأسة خالص. يعني بيتهيألي يا دكتور هي ممكن دلوقتي ترجع زي الأول، خصوصا إن عمر رجع لها تاني. ده أنا روحي كانت رايحة مني رجعت لي تاني. انا اكدت لك يا سياده الرائد ان اللي عند مراتك ما كانش مرض، كان مجرد عرض. يعني هي ممكن تخرج النهارده؟ ممكن جدا، ليه لا؟ اخيرا ربنا هيجمع شملنا تاني. كل شيء بقى وقت. يا ما انت كريم يا رب. الف سلام عليك يا سعد. فيك الخير يا صفية. بجد الواحد ما بيعرفش قيمه الناس غير وقت الزنقه. ما تقولش كده، احنا عشره عمر. صفية. نعم. أنا آسف. آسف على إيه بس يا سعد؟ على كل اللي أنا عملته معاك. أنا ياما غلطت في حقك. لا غلطت ولا حاجة، صدقني أنا عمري ما بفتكرك غير بكل حاجة حلوة. عشان أنت بنت أصل وطيبة وجدعة كمان. إيه الكلام الحلو ده؟ هي دي الحقيقة، بس أنا اللي كنت مغمي عينيا، بس دلوقتي خلاص فقت. أنا مش فاهمة حاجة. في ناس من كتر قربهم مننا ما بنحسش بيهم، انما لما بيبعدوا وبنقابل ناس تانية ساعتها بس بنعرف قيمتهم. ايوه بس انا كنت عايزه اقول من فضلك ما تتكلميش. انت ياما اتكلمتي زمان، بس انا اللي كنت اطرش ما بسمعش. بتهيألي جه الوقت اللي انا لازم اتكلم فيه بقى. تتكلم بس تقول ايه؟ هقول ان انت الوحيده اللي تستاهلي حبي. بس يا سعد من فضلك ما تكملش. أنا خلاص هطلق رشا أول ما تولد. هي حامل وكمان عايز تطلقها، طب ليه؟ اكتشفت إن كنت بجري ورا سراب، والعشرة بانت على حقيقتها. أيوة يا سعد بس الكلام ده ما ينفعش، دي حامل. هاخد ابني منها بالذوق أو بالعافية. أنا لا يمكن أسمح إن ابني يتربى مع واحدة واطية زي دي. أنا بجد زعلانة أوي من الكلام اللي أنا بسمعه ده. ده بس عشان انت طيبة وأخلاقك عالية، وعشان كده عندي طلب عايز أطلبه منك، وعشمان إنك توافقي وما ترفضيش. طلب إيه؟ صفية أنا مش هلاقي أطيب ولا أرق منك عشان أأتمنها على ابني. يعني إيه؟ أنا عارف إن الموقف غريب، بس هو ده الواقع المهبب اللي أنا محطوط فيه بسبب غبائي، وعشمان إنك تساعديني عشان اصلحه. انا مش فاهمة. تقبلي تتجوزيني وتكوني ام لابني؟ ايه؟ انا مش فاهم انت استغربتي ليه كده؟ ده انا بطلب منك انك تتجوزيني. انا طول عمري مستنية اللحظة دي، مستنية الوقت اللي انت تقولي فيه، بس للأسف انت ما بتقولش. للأسف اكتر انك يوم ما قلت كان الوقت غلط. الوقت غلط؟ صدقني لو كنت قلت لي الكلام ده من فترة أنا أكيد كنت هبقى مبسوطة أوي، بس للأسف
انا دلوقتي مش هقدر. ليه مش هتقدري؟ اسعد انا طارت فتحتي وفرحي كمان شهرين، والانسان اللي انا هتجوزه بجد بقى بني ادم غالي عليا قوي، لانه قدر مشاعري ووقف جنبي وقدر فعلا ان هو يداوي الجرح اللي انت سببته لي. انا اسفه يا سعد، بس انا فعلا نسيتك. انا دلوقتي ابتديت احب. ولما انت نسيتيني جايه تزوريني دلوقتي ليه؟ عشان احنا عشرة عمر، ما ينفعش اعرف انك انت تعبان وما جيش ازورك. والحمد لله اللي انا لقيتك كويس. خد بالك من نفسك يا سعد. على اذنك. دايما كده بختار غلط، ويوم ما اختار صح اختار في الوقت الغلط. ده ايه النيله اللي انا فيها دي يا ربي؟ بطني عليت شويه يا رجب وخايفه. خايفه من ايه؟ مش عارفه، حاسه انها لو عليت زياده عن كده هتبقى مصيبه. انت عبيطه يا فرحه، عبيطه يا بنت. انت عروسه جديده وعادي خالص انك تبقي حامل. ما انت عارف اللي فيها. ما هو عشان عارف اللي فيها. انت اول ما تروحي بيتك وبلغي جوزك انك حامل. يا لهوي انا اقوله؟ لا يا عم خايف. تخافي من ايه؟ ما تخافيش من حاجه، ده هيطير من الفرح اول ما تقولي له. اساليني انا، ده بيتمنى ضفر عيل من الدنيا. امال هو اتجوز على سماح مراته الاولانيه ليه؟ طب اجيبها له ازاي؟ هاتيها له خبط لازق كده، انا حامل. لما ياخدك لدكتور ويكتشف الانه. يا نهار اسود وميت. انما بقى لو قلت له ان انا وامي رحنا لدكتوره معرفه وهي اللي قالت لي ان انا حامل، الحكايه هتعدي زبادي ومش هياخدك لدكتور ولا حاجه. طب افرض بقى اتمسك انه ياخدني للدكتور اللي تبعه. لو اتمسك اتمسك انت كمان بالدكتوره بتاعتك، وقولي ان انت مستريحه معاها ومش عايزه تغيريها، وتحججي ان انت ما بتتكشفيش على رجاله خالص خالص. وافرض بقى صمت، اعمل ايه ساعتها؟ يا ست تحججي باي فيلم هندي، المهم ما ياخدكيش لدكتور ويعرف عمر العيل. استر يا رب، ده انا غلبانه. هيستر هيستر ان شاء الله. الاقيش معاكي 500 جنيه؟ كان على عيني. انا كل اللي احتكم عليه ورقه ب 100. ورقه ب 100؟ اهي نوايا. نوايا تسند الزير. بقول لك ما حلتش اللي هي تقول نتشها. بذمتك مش مكسوفه من نفسك؟ بقى واحده زيك متجوزه مختار باشا ابن العز والفخفخه معاها ورقه ب 100؟ يا بنتي انت اقل حاجه يبقى عندك رصيد في البنك. هو بصراحه مش بخلان عليا بحاجه، انما فلوس انا ما بطلبش. يا عبيطه يا عبيطه، ما بتطلبيش ليه؟ انا هقول لك، انت اول ما تروحي البيت بلغيه ان انت حامل، ويشوف السعد والهنا اللي هتبقي فيها فرحه. ده انت لو طلبتي حبابي عينيه هيديها لك. تفتكر كده؟ افتكر. اعمليها انت بس وهتدعي لي، بس لما يشبرقك تبقي شبرقيني. شبرقيني يا فرحه، ده انا برضه رجب. طب ايدك بقى يا رجب على حق التاكسي عشان اروح. تاكسي؟ منين؟ ده انا لسه بقول لك الحياه ضنك وناشفه. منين؟ انت انزلي خدي تاكسي، واول ما تروحي ان شاء الله بالسلامه اطلبي من اي حد يحاسب على التاكسي. يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك. يا حبيبتي الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. الف مبروك على رجعتك لينا بصحه وعافيه. الله يبارك فيك يا سماح. ومعلش ما تزعليش مني ان انا ما حضرتش فرحكم، انت عارفه انا كنت في دوامه ما يعلم بيها الا ربنا. لا ابدا يا حبيبتي، ده رجوعك لينا بالسلامه هو فرحنا الحقيقي. ده انا حتى النهارده ما روحتش الشغل عشان اشوف. معقوله؟ ده انا غالية عندكم بقى. لا يا جماعة ما ينفعش كده، انا كده هتغر. ده انت باين عليكي خفيتي خلاص وتحسنتي قوي. الحمد لله. بصراحة انا اول ما شفت عمر واقف قدامي وانا حسيت ان انا بقيت واحدة تانية خالص. يا حبيبتي الف حمد وشكر ليك يا رب. ما عندكيش فكرة يا هدى اخر مرة زرناكي قلقنا عليكي قد ايه. ليه يا طنط؟ اصلك كنتي ساكتة خالص وطول القعدة مسهمة واكنك مقطعانة. بجد؟ مش فاكرة، ده كان الشهر اللي فات. خلاص بقى يا نوره، هي ذكرى حلوه قوي عشان تفكريها. ايام راحت لحالها، خلينا في النهارده. معاك حق والله يا سي اشرف، احنا كده حتى في الفرح بنعيط. لا احنا مش عايزين نعيط من النهارده ورايح، عاوزين كل ايامنا تبقى سعاده. يا رب يا حبيبي وينولك كل اللي ببالك قادر يا كريم. امين يا رب. عارفه يا ماما احنا المفروض نعمل حفله كده حلوه في الجنينه وتتبل لنا شويه لحمه حلوين ونقعد نشويهم، بس نوره ما تشويش عشان حرقت. مساء الخير يا اشرف.
مش باين. انا هخرج الجنينه شويه عشان الجو هنا كتمه. يا اختي وده ماله ده كمان؟ مين دي؟ نعم انت اللي مين يا اختي؟ دي هدى مرات اشرف. ايه ده؟ دي اللي كانت في المصحه؟ مش كده يا نعمه، مش كده، دي الملاف السعدي يا اختي. اه صح عندك حق، معلش انا اسفه، بس اصلي كنت بسمعهم يعني بيقولوا انك تعبانه وعيانه. كانت تعبانه وخفت الحمد لله. طيب كويس، يلا الحمد لله على السلامه، والحمد لله على سلامه ابنك ان شاء الله. الله يسلمك يا اختي. دي باين عليها طيبه ومش شريره زي جوزها اللي على طول واقفه له بالعرض في زوره ده. جرى ايه يا نعمه؟ اسكتي بقى، لو عندك كلمه كويسه قوليها، لو ما عندكيش اسكتي خالص. صح عندك حق يا حاجة، أول مرة تقولي حاجة صح. أنا عموما هطلع أوضتي عشان ما لبخش أكتر من كده. سلام عليكم. مين دي؟ دي مرات الحاج التانية. حاج مين؟ بابا يا هدى، عمي عبد الستار. هي دي اللي اتجوزها؟ أيوة يا بنتي، كل واحد بياخد نصيبه اللي مكتوب له. أيوة يا جماعة، بس أنا شايفة إنها عايشة معاكم هنا. بالظبط كده. معقولة؟ ومين اللي سمح لها بحاجة زي دي؟ عمتك يا ستي. انت يا طنط؟ ايوه يا بنتي، ده حقها الشرعي ونصيبها من جوزها، وحرام عليا لما احرمها منه. تقومي تجيبيها تعيش معاكي هنا؟ وفيها ايه؟ اللي كنا بنتخانق عليه خلاص مات، هنعمل مشاكل على ايه؟ بصراحه يا طنط انت قويه قوي انك تستحملي وضع زي ده. بالعكس، ده انا ضعيفه قوي، لكن ايماني بالله هو اللي بيقويني، بيهون عليا حاجات كتير قوي وبيصبرني على اللي انا فيه. واهو كلنا رايحين يا بنتي. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا ماما. تعيش يا بنتي. طيب هقوم اطمن على عمر اشوفه صحي ولا لسه. بصراحة عندها حق تستغرب، الوضع لأي حد يشوفنا من بره غريب جدا. ملناش دعوة بكلام الناس، ده لا بيجيب ولا بيودي، خلينا في حالنا يا بنتي، ملناش دعوة بحد. هي فعلا دراسة وافية، بس انتوا مش شايفين ان مبلغ 10 مليون ده مبلغ كبير؟ يا سعد بيه، كل التفاصيل تم بحثها بكل دقه، ودي اقل ميزانيه فعليه ممكن تتعمل لمشروع زي ده. المنتجات بتاعتنا محتاجه لدعايه، ده غير ان المصنع حالته تعبانه وعندنا اكتر من 10 ماكينات عايزين احلال وتبديل، وفي بعض المنشات محتاجه لترميم. بالنسبه للعمال اللي احنا هنسرحهم عشان نقلل ميزانيه التشغيل، لازمهم مكافآت. كمان مكافآت؟ يا باشا احنا مش عاوزين شبشره، يعني لازم نستغنى عن بعض العمال ونرصد لهم مكافآت عشان ما يعملوش وقفات احتجاجيه واعتصامات ويشنهوا علينا في السوق. احنا محتاجين للسمعه الكويسه سعد بيه، احنا بنشتغل في بورصه يعني تتأثر من الهواء الطاير. يا اما في حل تاني. ايه هو؟ نرجع للحل الاولاني، نعرض الاسهم للبيع. ونبيع بخساره؟ سعد بيه ما انا قلت لحضرتك، خساره قريبه ولا مكسب بعيد. لا لا، تعودتش اهرب من المواجهه. يعني سعادتك موافق تدفع ال 10 مليون؟ والتشغيل لو تم بخطتكم، دوره راس المال هترجع لنا بعد قد ايه؟ زي ما هو واضح قدام سعادتك في الدراسه، سنه بكتير. سنه واحده بس؟ يا باشا ده بسكوت، يعني كل اطفال المدارس هيحبوه، ده غير اننا عاملين خطه للدعايه نجذب بيها الصغيرين والكبار كمان. توكلنا على الله. ما دام كده بقى يبقى سعادتك تفتح لنا اعتماد ب 10 مليون عشان نبدا نتحرك. لا في الوقت الحالي مش هقدر اديكوا غير 5 مليون بس. ايوه بس دول 50% من السيوله المطلوبه للمشروع. يا سيدي مشوا حالكوا دلوقتي لغايه ما ادبر اموري. يا باشا ال 5 مليون دول ممكن يمشونا 6 شهور بس، واكيد بعد كده هنحتاج فلوس تاني. ما تقلقوش، ان شاء الله قبل الست شهور ما يخلصوا بقيه المبلغ هيكون عندكم. حلاوه حلاوه حلاوه. انت تقعدي ولا ايه؟ ايه؟ يلا يلا يا بت قومي هزي شويه كده. والنبي مش قادره يا سي مختار. لا 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 لا، ايه اللي الكسل ده بقى؟ هنكسل؟ يلا خلينا نتبسط كده. ها؟ لا يا اخويا اخاف على اللي في بطني. مالها بطن؟ اصلك ايه؟ اصلك ايه؟ اصلي رحت للدكتوره النهارده انا وامي. وقالت لك ايه؟ هتبقى اب يا سي مختار. اب؟ انت بتتكلمي بجد يا بنت؟ انت حامل؟ هي دي برضه حاجه يتهزر فيها يا سي مختار. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، اخيرا هبقى اب. يا رب يتربى في عزك ويشيل اسمك ويرفع راسك في السماء يا رب. ده انا هغرقه في العز،
اخلي اسمه ولا الطبل في كل مكان. ربنا يخليك لي يا اخويا، يا رب ما يحرمكوش من بعض ابدا. اه ده مش ابن اي حد، ده ابن مختار ليل على سن ورمح. اخيرا بقى، اخيرا بقى، يا ما انت كريم يا رب. وحشتيني. وانت كمان. اخيرا رجعنا زي الاول وبقى عمر وسطيني. انا كنت خلاص يأست، انا مش مصدقه ان كل ده كان ممكن يحصل. الحمد لله ربنا موجود. المهم طمنيني، انت كويسه؟ ما دام عمر كويس يبقى انا كويسه. يعني مفيش دواء بيتاخد كده ولا كده من ورايا؟ اشرف، انا كنت باخد الادويه دي عشان انسى اللي انا فيه، انما دلوقتي خلاص ربنا رجع لي كل حاجه. الحمد لله يا حبيبتي. ما قلتليش صحيح، عمليه عمر اتكلفت كام؟ يعني المستشفى والدكتور والمرافق حوالي 250,000 دولار. يا خبر، ده كتير قوي. مفيش حاجه تكتر على ابننا. ايوه بس انت جبت الفلوس دي منين؟ ورث من ابويا يا هدى. هو عمي الله يرحمه كان معاه كل الفلوس دي لدرجه ان كل واحد فيكم يبقى نصيبه كبير كده؟ بابا الله يرحمه كان تاجر كبير ومحترم وليه اسمه وسمعته، فمش كتير عليه ابدا بعد العمر ده كله انه يكون ثروه زي دي. سبحان الله. شوف الفلوس دي جات لك في الوقت المناسب. الحمد لله. يمكن من غير ما يحصل ده لا كنت قدرت تشتري القلب ولا تعمل العمليه من اساسه. بس انا ما اشتريتش القلب يا هدى. امال جبته منين؟ هو ده الموضوع اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. موضوع يا اشرف، اتكلم. باركيلي يا سماح، باركيلي يا سماح، هبقى اب، هبقى اب. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. من النهارده هيبقى لي ذكر ونسل في الدنيا، مش هيخلص ليهم الدين. ربنا ينولك اللي في بالك. اه بس الواد ده لازم يطلع راجل، مش عايز خير يا كده. احنا فين ولما يكبر فين؟ لا ده لازم يتخطط له من دلوقتي. هو انا ابني زي اي حد، ابن مختار ليل سيد الناس كلها. ربنا يخليه لك ويخليه لهم. وامه ده ايه؟ انت امه. لا ما ينفعش يا سيد مختار. انا قلت ينفع، انا عايز الواد يتربى في حضنك انت، وان كان على فرحه ما تشغليش بالك، هراضيها بقرشين وتسيبهولك. ده الضنا غالي. غالي ايه؟ واحنا هنتبناه؟ ده ابني. بس امه عايشه وهي اولى برعايته، وانا اعتبرني امه التانيه. يا سلام يا سماح، اهي طيبه قلبك دي هي اللي مخلياني متمسك ان انت اللي تربي الواد علشان يشرب من رقتك واحساسك اللي بعشقهم. ربنا يخليك وما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي ليا يا ست البنات. انا همشي بقى عشان عندي كام مشوار، انا قلت اعدي بس عشان اديك البشره دي. تعيش يا اخوي. تعيش يا حبيبتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني عمر عايش دلوقتي بقلب بنت عليا؟ ايوه، ولولاها الله اعلم كان جراله وجرالنا ايه. وبنتها ماتت ازاي؟ في حادثه عربيه، ومن ساعتها ما شفتهاش. حرام، مسكينه. فعلا مسكينه، عاشت لبنتها بعد جوزها ما مات عشان تربيها، وفي الاخر سابتها لوحدها. لا حول ولا قوه الا بالله. كل ما بفتكرها ضميري بيأنبني وبحس بالذنب. وانت تحس بالذنب ليه؟ لاني تقريبا كنت السبب في اللي حصل له. مش فاهم. عليا قبل الحادثه جات لي هي وحياه هنا، جات لي عشان تعرض عليا الجواز، وانا رفضت وقلت لها ان انا بحب مراتي وابني، وقلت لها كمان اني مؤمن ان هما هيخفوا ويرجعوا زي الاول، وكمان اتهمتها بالانانيه. نزلت منهاره هي والبنت. حصل اللي حصل. ايوه بس انا مش فاهمه برضو، عليا كانت عايزه تتجوزك ليه؟ لانها كانت مريضه كانسر، خافت تموت وتسيب البنت لوحدها. قامت بنتها هي اللي ماتت وسابتها لوحدها. بس هي ما كانتش انانيه، فكرت في ابننا عمر بعد موت حياه بنتها وهبته قلبها، شايلتني جميل مش عارف ارده ازاي، هفضل شايله في رقبتي طول العمر. الباقيه في حياتك يا دكتور؟ حياتك الباقيه الحمد لله على السلامه. ها عامله ايه دلوقتي؟ ها ايام ورا ايام. انا عارفه ان الموقف صعب عليكي قوي،
بس انتي لازم تحاولي تتغلبي عليه دلوقتي. بس انا عرفت انتي قد ايه كنتي تعبانه واحنا ما كناش حاسين بيكي. ايوه بس انتي دكتوره تعرفي اكتر مني، والمفروض ما تستسلميش زيي. مش بايدي صدقيني، حياتي كانت كل حاجه بالنسبه لي، حبيت نفسي وخفت عليها عشانها، تحديت الدنيا وما قدرتش تكسرني برضو عشانها، كانت الرئه اللي بتنفس منها والقلب اللي بيتحرك وبحس بيه. تفتكري بعد ما الرئه تموت والقلب يقف بقى لسه في حياه؟ القلب ما وقفش، القلب لسه بينبض ومستنيكي. هو عمر عمل العمليه؟ عملها ونجحت ورجع احسن من الاول كمان. مبروك يا هدى، الف مبروك. الحمد لله. مبروك عليك انت كمان، لان من النهارده بقالك في عمر زيي بالظبط ويمكن اكتر كمان. ما تقوليش كده، ربنا يخليه ليكوا وما يحرمكوش من بعض ابدا. وما يحرمناش منك، ده انتي السبب في اللي احنا فيه. انتي رجعتينا روحنا، جمعتينا بعد ما كنا هنفترق، اديتينا امل في بكره. الحمد لله الحمد لله. عايزه بقى بعد كل ده يسيبك تعيشي لوحدك؟ كل واحد بياخد نصيبه يا هدى. علشان كده انا جايه لك النهارده وجايبه معايا نصيبك. نصيبي؟ ايوه نصيبك. انا جايه اطلب ايدك النهارده لاشرف جوزي.